Hi, good morning, everyone. today is Tuesday, and we are in Unit 11 talking about transport. Transport, okay. Now I'm gonna share with you my screen. راح أشارك my screen وراح أبلش اليوم حصتنا with the video, okay? إن شاء الله يا المشاركة لأنه أنا كنت هلا قبل شوي مع الصف الأول جميعهم ظهر عندهم. الجميع كان ظاهر عنده. فإن شاء الله أنتم نفس الشيء. اليوم بين عنا. بيان واضح عندكم؟ شايفين الشاشة الآن؟ آه. 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 الحمد لله. الحمد لله. يلا نحكي الحمد لله. نعم. راح أبلش معكم اليوم في فيديو. عن الترانسبورت بليز الطلاب فاتحين المايك وبيحكي 2 زائد 5 و10 بليز بي كوايت انتبهوا ان انتم فاتحين المايكس يلا احضروا هذا الفيديو وبدي منكم بعد هذا الفيديو تحكوا لي وات ترانسبورت ديد يو سي شو الترانسبورت اللي شفتوه في هذا الفيديو اوكي يلا ليتس <applause> ستارت بس عشان أتأكد في صوت عندكم ظاهر صح ولا لا؟ صوت الأغنية واضح نعم <applause> يا <applause> 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 اوكي سو يا حلوين حضرنا الفيديو اوكي okay. هلا ام gonna اسك يو ويت ويت لا بالدور بالدور عشان يكون منظم اوكي okay. راح احط اسماءكم هون على الجنب عندي ونسال طالب طالب اوكي okay. نبلش اول حدا اسم عندي هون مرفوع اسينات اسينات tell me what transport did you see in the video اعطيني إشي واحد شفتيه في الفيديو باي بايك ثانك يو نعمه سعيد باس باس اكسلنت سهى رسمي باس كار سهى كار رؤى اختك كار رؤى فان فان في كان فان في الفيديو اوكي ما كان في بس اتس اوكي okay. يلا حسين شو كمان شفت في الفيديو كار قالوا لنا باس اي اي بايك بايك اكسلانت بايك وباس وكار هذول 3 شكرا بهاء الدين يس يا بهاء الدين وات ديد يو سي ؟ ترين ترين هاي صاروا 4 يلا يا وسيم نضال نمبر 5 شفت؟ بلين بلين، excellent. هاي 5 yes, yeah, وضل عندنا إشي جديد شفناه في الفيديو اخوك كريم عندك قدرت تحكي لنا شو شفت اشي جديد في الفيديو؟ شو اسمه هذا اخر واحد شفناه؟ شب This is not a ship هذه ما كانت شب اخر وحده اوكي اوكي شفنا اخر شيء إش... لا شوفي شفنا شفنا ترين <applause> وبلين وكار وباس وبايك ونمبر 6 إيش جديد شفناه احنا ما اخذناه Okay. اوكي الصاروخ الصاروخ اها اكسلنت very good الصاروخ الصاروخ بدنا نسميه بالانجليزي روكيت روكيت هاي كلمه جديده لكم روكيت روكيت فيري جود all these are transport all these are transport لو لاحظتوا في الفيديو كل الترانسبورت بدهم يتحسن عشان يصيروا faster fast فاست. واخذنا احنا كلمة fast yesterday وحكينا انه fast معناها سريع وشو العكس تبعها يا يوسف خالد يوسف خالد Excellent, slow, <applause> very good, nice, excellent. خلونا على السريع هلا نراجع الكلمات من هون من عنا على السلايد. رفيف, رفيف. What's this? يلا أسرع أسرع رفيف. بايك بايك اكسلنت ريماس نسيم what's this ريماس نسيم باس باس اكسلنت دينا دينا موسى the next one car car very nice اكسلنت دينا بعد دينا ننزل بالأسماء لتحت عندنا محمد مروان محمد مروان what's this bus بان فيري good excellent تالا امير تالا امير واتس ذس تالا مس لينا عفوا بس هادئلي. بدي بدي اغادر لأن حصتي بدت اوكي اوكي انا مسجله الحصه خلي الاولاد يحضروها بعدين ماشي ماشي يعطيك العافيه الله يعافيك يا حبيبتي اوكي تالا واتس ذس تالا

Shib, sha, ship, shib, thank you. Very good, Adam. Norsin, Norsin, what's this, Norsin? Norsin. Nam, you miss. Yeah, what's this? Should we shift the other transport? Plan. Again, playing very good, excellent, very nice. Thank you, Norsin. أنه إحنا بنقدر نوصف لتراني سبورت أخذنا أول طريقة عن طريق الكالرز عن طريق الألوان ووصفناهم نسأل آية شادي تقرأ لنا the first one يلا يا آية شادي وصفي لي الكار من خلال الكالر شو بتحكي عنها؟ I read Excellent very good Excellent آية محمد علاء صافي Number two Describe the plane وصفني لي plane شو بتحكي عنها؟ ليه؟ A plane اه شو مالها البلين شو الكلر تبع عمهلك شوي شوي ووصف لي اللون تبعها آه. بنحط الكلر بالاول شو بنحكي آه. شو لونها اها اكسلنت ايوه يا عيني عليك a وايت بلين اكسلنت محمد علاء a وايت بلين ثانك يو ثانك يو فيري ماتش وبعد ما وصفنا من الكلرز اخذنا طريقه جديده عن الوصف يسترداي عن طريق السبيد السرعه وحكينا انا ممكن اوصف الترانسبورت احكي عنه اشي فاست وإشي سلو مثل هدول الصورتين اللي عندنا هون نسال سما سامي يلا يا سما سامي read نمبر 1 اوصف اوصفي لي The الترين شو بدك تحكي عنه اجين عيدي لي اياها ذا ترين نو Excellent the train is slow very nice سما محمد ziad number two صف لي البلين بس بس the plane is fast excellent the plane is fast very nice محمد ziad okay نكمل ما خلصنا نسمع نوصف على البايك يلا يا امير امير محمود هي اسمك ظهر عندي يلا The train is slow. لا خلصنا من الترين هلا هلقى... عندنا شاشه تانية شايفها يا امير من عند البايك The plane is fast طيب حلو ثانك يو امير جود جود ايهاب ظاهره عندك الشاشه الجيد. جود ايهاب ياس حلو انت وصفتي لي the car, is, the fast. car is fast excellent thank you This very I'm much ب... جو... ك... موسى ناصر وصفي لي البايك البايك يا كرمل موسى read the sentence اقرا الجمله اللي عندها The the the, the bike. The... Excellent, شطورة is slow uh -huh. very nice excellent the bike is slow <applause> حلو ال الكل رح يقرا <applause> هينا ماشيين حاضر الكل رح يقرا بس شويه مجال هينا احنا ماشيين في الاسماء اوكي هلا اليوم بدنا نكمل كمان بنعمل describe للتراني للترانسبورت باستخدام السبيد السرعه بس بدنا نضيف عليه كلمه جديده اوكي نفس الاشي رح نوصف عن طريق السرعه فاست وسلو بس بدي اضيف عليه شغله جديده لي على هاي البيكتشرز في هنا فور بيكتشرز جبت لكم اربع صور لا 4 ترانسبورت اوكي اول وحده من فوق يا ايلين نشات واتس ذس اول صوره فوق عندك ترانسبورت شو اسمه هذا الترانسپورت بسكيت بايسيكل اور بايك طيب Thank you. تحت البايك under the bike كان نستخدم الكلمات اللي أخذناهم under the bike يا عمر فايز what's this under the bike نشر لك عليه ميس. car very good في عندي car طيب ننزل في الأسماء لتحت مس اليوم بدنا ناخذ كلمة very oh, excellent أحمد رامي thank you بعد عمر فايز في عندي إيمان أحمد إيمان what's under the car شو في تحت الكار يا إيمان train. train train very good excellent إيمان رؤى عبد القادر بعد the train what is it under the train the last one آخر واحدة يا رؤى عبد القادر what is it يا رؤى <applause> هيها علمت لك عليها اوكي رؤى في عندها مشكله بالصوت نسال رغد وائل رغد وائل رؤى رؤى انا رؤى بدي تحكي لي شو اسم التران سبورت حبيبتي شو اسم هذا التران سبورت بلاي بلاين oh, very good plane thank you فعندي بايك car, train, and plane. هلا بدي أوصف هدول الأربعة مع بعض عن طريق كلمة fast و slow. هلا في أشياء سريعة، في أشياء بطيئة، في أشياء كتير سريعة، في أشياء كتير بطيئة. كلمة كتير هاي جدا، أوكي؟ بالإنجليزي بدي أسميها، أوكي؟ هاي أنا كتبلكم إياها هي هون، <نصفيق> اللون اللون <هو> البلو فيري <applause> فيري <applause> فيري يس اخذتوها بالصف الاول كلمه فيري معناها جدا انا لا بستخدمها للسلو بحكي عنه فيري سلو كثير بطيء او بستخدمها للاشي اللي كثير سريع وبحكي فيري فاست فيري فيري طيب لو بدي اقارن بين هدول الفور ترانسبورت اربعه للترانسبورت اوكي لو بدي ابلش في البايك يلا بدي ابلش بالبايك من فوق برايكم البايك مقارنه في هدول ما لها فاست ولا سلو لا. سلو ومش بس سلو فيري slow كثير بطيئه البايك مقارنه في الاشياء التانية فيا رانيا صابر رانيا شو بدنا نحكي عن البايك بليز هينا بس شوي شوي نعم بس لما تقولوا بليز الفاتح المايك يسكره بتشوش على اصحابك بليز اوكي انا طلبت اسمع من رانيا صابر يس يا رانيا نعم. طلع يلا رانيا طلعي لي على البايك اوكي شو رايك فيها البايك هاي فاست او سلو 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 طيب هي البايك بسرعة بتوديكي على الأماكن ولا كتير كتير بطيئة؟ very very excellent فبدنا نحكي عنها very slow شو بدك تحكي عنها؟ very slow excellent thank you رانيا thank you very much نروح على اسم ثاني عندنا تحت اوكي هاي عرض المزيد مين في عندنا تحت؟ اوكي اياد سمعني اياد اوكي okay. بتول قاسم يس yes, يا بتول خلصنا من البايك وحكينا عنها the bike is very slow يا بتول the bike is very slow what about the car يا بتول the car is what لا مش على الكتاب no. انا عس the car is slow thank you uh, بتول اخوك جنبك قصاي نعم no. يلا يا قصاي طلعلي على الترين شو رايك في الترين The train is what? Fast. Fast. Excellent. Very nice. جنة رفعت. طلعي لي يا جنة على آخر صورة اللي هي ال plane. ما شاء الله ال plane طائرة طيران فوق فوق بسرعة بسرعة. Okay. فش بتكتك عن ال plane يا جنة. The The plane is very fast. Excellent the plane is very very fast كتير سريعة يعني إحنا ممكن نروح على بلد تانية من خلال البلين في two hours بس بساعتين فهي كتير سريعة very fast إذا اليوم بدنا نركز على كلمة جديدة وهي كلمة وحيدة اللي هي كلمة very بستخدمها إذا إشي كتير كان fast or very slow كلمة very very أوكي okay. طيب هلا أنا وياكم بدنا نروح على الإنجليش بوكس على بيج نمبر 13 على هاي الصفحه 13 يلا يا حلوين على بيج 13 الجميع مع بعض احنا بيج 13 بدنا نخلي شوي السؤال الاول لانه في كلر تلوين بننزل على كويشن نمبر 2 كويشن نمبر 2 شو مطلوب منا في كويشن نمبر 2 نطلع على كويشن ريد مطلوب منا نعمل ريد اند سيركل اند سيركل بالضبط نعمل read and circle مطلوب منك read the sentence اقرا الجمله اللي تحت الصوره اطلع على الصوره وبدك تقارن شو بدك تحكي عنها fast or slow بناء على الصوره اللي عندنا اوكي خلصنا من جنه في عندي جود حسن جود ممكن انت تفتح المايك وتجاوب معاي؟ نعم جود حسن اوكي جود read please number one أو اوكي طلع لي على الصوره الاولى شو شايف فيها؟ كار 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 حلو طب هاي الكار شو رأيك فيها fast or slow اتطلع عليها في الشارع بيع عليها fast السرعة fast ولا slow fast. Okay. fast thank you fast okay thank you جود حلو أنا الكار is fast هلا إحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا ندور على الإجابة اللي هي كلمة فاست أوكي؟ فبدي أطلب من سديل محمد صبحي read the sentence، اقرأي لي الجملة. Number one. كار از is... أها. باب. في عندك آه. fast very good. هلا إحنا في عندنا two options، خيارين، الخيار الأول مكتوب very slow وفاست <applause> إحنا شو بدنا نختار؟ أي إجابة يا سديل؟ fast <applause> fast اللي هي انا أحب فاست بحرف الف فاست فبدي اطلب منكم بليز في البنسل قلمك الرصاص <applause> حطلي سيركل حطلي سيركل على كلمه فاست بليز اي حدا بده يغادر يروح يعمل شغله في البيت سواء كان يروح على الباث روم بده يروح بدون استئذان اوكي سو نمبر 1 الاجابه راح تكون فاست هاي انا ضللت لك عليها حطلي سيركل على كلمه فاست ثانك يو سديل اند جود ثانك يو فيري ماتش اوكي شوكت يلا يا شوكت شوكت لوك ات نمبر 2 الصورة الثانية في عندنا هلا تو ترانسبورت وات ار ذيز تو ترانسبورت شو اسمهم هدول تو ترانسبورت يا شوكت طيب شوكت مش معانا عمر راغب يلا يا عمر راغب نعم <applause> مين الأحكى نعم؟ عمر؟ عمر ماشي يلا عمر طلع لي على picture number 2 الصورة الثانية What can you see؟ إيش شايف فيهم؟ مش اسم هدول الترانسبورت اللي إنت شايفهم؟ أوكي عمر محمود علي محمود علي عشان مش ضاي الوقت عندنا غير 5 بدنا نخلص السؤال محمود علي <applause> نمبر باياك يلا إيه؟ نمبر 2 يعني مش انا رغد خليني اطلع رغد شوي يلا يا محمود the the train. ايوه the ايوه ذا ترين اوكي هو بسال عن الترين ديروا بالكم بسال عن الترين very از فيري fast, fast or very fast or slow بطيء اطلعوا على الصوره في عندنا كار وفي عندنا ترين بسال عن الترين هو الترين ماله مقارنة في الكار فاست أور سلو يا محمود فاست فاست اكسلنت معناته أنا وياكم بدنا نروح على نضلل على كلمة فاست الكلمتين مع بعض فيري فاست حط لي عليها سيركل يلا يا حلوين حطولي عليها سيركل على فيري فاست thank يو محمود علي روح على محمود غسان سمعني صوتك الحلو يا محمود غسان نمبر 3 يلا محمود غسان. أوكي مرام نضال. مرام نضال. شو؟ لا، لا. نعم مرام، مين اللي أحكي نعم؟ مين اللي بيحكي؟ كريم كريم أنا ما ندت عليك كبريز سكر المايك. مصطفى أيمن. مصطفى أيمن سمعني؟ أوكي هاجر هاجر نعم يس هاجر حلو طلعي لي على نمبر 3 اقرأي لي الجملة الثالثة يا هاجر يا نعم. أها بايك <applause> از حلو طلع على الصوره يا هاجر عندي بسال عن البايك البايك يا حرام وين موجوده تتسابق هي والكار بس مبين البايك شو مالها فاست اور سلو فاست اور سلو حددي فاست اور سلو حدد يا هاجر. slow. slow very good. البايك bike is slow. ممتازة هي كثير بطيئة ورا ورا آخر الشارع والكار والكار سبقتها فبنختار الخيار الأول هي كلمة slow فبنحكي the bike is slow. the bike is slow. ثانك يو هاجر. ياسمين محمد ياسمين محمد number 4. يلا يا ياسمين read number 4. ياسمين محمد read number 4. أها. Uh -huh. the 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 boy. The لا number boy four. Is... أنا بنمبر four يا ياسمين. آخر واحدة. But the boy. the boy is hmm. very fast. okay or very. very slow إكسلانت ياسمين هو عن مين بيسأل يا ياسمين هلأ عن مين عن ال عن الولد شو يعني أيوه عن الولد اطلعيلي على الصورة يا ياسمين على الولد شو رأيك فيه very fast كتير سريع ولا very slow كتير بطيء؟ slow بطيء excellent excellent. فمعناته إحنا مع بعض شو بدنا نعمل؟ بدنا نروح على الخيار التاني هي very slow ونحط عليه circle okay good okay. number one number one number one can't fast the car is fast fast number two the train is very fast three the bike is slow bike is slow number four the boy is very slow اوكي هيك بنكون خلصنا من question number two هلا بدنا نرجع على question number one بما انه مش ضال غير دقيقه واحده وهذا السؤال بده تلوين انتم هذا السؤال الاول عليكم واجب اوكي السؤال الاول واجب شو مطلوب منا نعمل مطلوب منكم تعملوا three things ثلاث اشياء نسمع كثير منيح للسؤال number one you have to read اه شو مطلوب منك في هذا السؤال يا حلو اسمع احكي لك شو بدك تعملي number one You are going to read the sentences. عندك تحت ثلاث جمل. اقرأ كل جملة. وفي عندك في الصورة three cars. ثلاث سيارات. A, B, C. For example. مثال. لو بدي أقرأ أنا الجملة الأولى. بحكي the blue car is fast. وين السيارة اللي هي fast سريعة؟ A ولا B ولا C؟ B. C. تروح بتكتب جنبها حرف C. Okay. وهاي السي اللي قراتيها قال لك انه لونها بلو، the blue car is blue، بتمسكي البلو color وبتلونيها في بلو، بتروحي على نمبر 2، نقرا الجملة، أنت مش حقرا أنا مش حقراها، أنت بدك تقرا لحالك، بتقراها بتشوف أنو الصورة اللي بتعبر عنها وبتكتب الحرف جنبها، وبعد ما تكتب الحرف بتعمل coloring للون اللي هو طالب منك، وهكذا، أوكي؟ وراح أبعث لكم أنا على المجموعة شو الواجب بالضبط شو تعملوا تسجيل حصتنا أوكي خليني أعمل إيقاف هلأ لتسجيل الحصة إحنا هيك إحنا هيك بنكون خلصنا يا حلوين حصتنا لليوم الإشي الجديد اللي أخذناه اللي هي كي...